الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا دعاء لكل مهموم ولكل مكروب ولكل حزين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو حال الهم والكرب، يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعلم أصحابه أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ما قالهن امرؤ إلا فرج الله عز وجل همه.